أعزائي المشاهدين، نتحدث اليوم عن شخصية نسائية مهمة في تاريخ العراق خلال العصر العثماني في القرن الثامن عشر. شخصية غابت أخبارها أو أكثر أخبارها عن كتب المؤلفين والمؤرخين في عصرها، ولكننا عثرنا على نتف يمكن أن تكمل صورة هذه السيدة وما فعلته في حياتها. هذه السيدة هي عادلة خاتون بنت والي بغداد أحمد باشا، شخصية حقيقة لافتة للنظر تماما. معلوماتنا عنها كانت حتى عهد قريب مستمدة من الرحالين الذين جاءوا إلى بغداد، كانوا صدفة في بغداد في زمانها، وكانوا يسمعون ما يشاع عنها من أخبار ومن إشاعات. ربما أكثر ما سجلوا هي إشاعات، يعني يجلس في مقهى أو يجلس في مكان ما ويتسمع ما كان يقال عن هذه السيدة. ثم أننا عثرنا فيما بعد على بعض المخطوطات التي تكشف عن الجوانب أخرى من حياتها وتؤكد يعني جوانب لم يلتفت إليها هذا الرحالة، ووثائق أخرى تكشف عن أعمالها الخيرية وأعمالها وأوقافها وغير ذلك، مما يعني كون كتابا عن سيرتها. الرحالة الذي كان مصدرنا الأول عن يعني عن هذه السيدة هو الرحالة الدنماركي كارستن نيبور. هذا الرحالة قام برحلة علمية استكشافية في مصر وفي العراق وفي اليمن وفي أنحاء مختلفة من البلاد العربية، وجاء إلى بغداد وسجل معلومات مهمة للغاية عن هذه المدينة وعن حكامها وطريقة حكمها، فتطرق إلى عادلة خاتون هذه، وأشار إلى ما كان يشاع عنها من إشاعات. هذه الإشاعات ليس فيها شيء يعني يثلم من خلقها، ولكنها كانت تصب في دائرة أنها كانت امرأة حديدية تحكم العراق وبغداد في الأخص بيد من حديد. كانت هي الحاكمة الحقيقية للعراق في فترة حكم زوجها سليمان باشا الأول، أو سليمان باشا المعروف بأبو ليلة. عرف بأبو ليلة لأنه كان يعني يخرج ليلا لمطاردة اللصوص وقطاع الطرق، فعرف بأبو ليلة، أو سموه أيضا سموه بدواس الليل لأنه كان يخرج ليلا ويكبس اللصوص والسراق. رغم قوة هذا الوالي، لكن المتصرف الحقيقية في شؤون الولاية كانت زوجته عادلة خاتون. عادلة خاتون كانت امرأة ليست كأكثر النساء، كان يمكن أن تعيش وهي بنت والي بغداد السابق أحمد باشا وزوجة سليمان باشا أبو ليلة، تعيش ككثيرين من نساء عصرها من هذه الطبقة، يعني تقضي وقتها فيما في الأحاديث مع زوجات المسؤولين في السراي ونحو ذلك. لكنها فضلت بعد أن زوجها أبوه أحمد باشا من سليمان، هذا سليمان باشا أبو ليلة، فضلت أن تقف إلى جانب زوجها تعينه في شؤون الحكم. وحقيقة كل تدخلاتها في شؤون الحكم لو تأملناها هي في مصلحة الحكم، لم تكن لمصلحتها الشخصية، لم تكن لها مصلحة أصلا أن تتدخل في شؤون الحكم، ولكنها فضلت أن تسند حكم زوجها، لا سيما أن سليمان باشا هذا كان أول حكام المماليك في العراق، الفئة التي حكمت العراق نحو من 80 سنة، وكان نظامه يعني لا زال في أول العهد، وكان هناك خصوم ومتآمرون وغير ذلك، ففضلت أن تقف إلى جانبه، حتى أنها نجحت في تشكيل تجمع ربما يمكن أن نسميه حزب، وإذا سميناه حزب فهو أول حزب سياسي في تاريخ العراق كله. ضم يعني أشخاصا من المؤيدين
لها ولسليمان باشا زوجها. هذا الحزب أو هذا التجمع كانت ترأسه هي، لكنها لم تكن تخرج إليه مباشرة لأن التقاليد الاجتماعية تمنع هذا الاختلاط، يعني أن لا تخرج النساء إلى الرجال فضلاً أن تكون هي زوجة الوالي، لكنها كانت تدير تلك الاجتماعات من خلال بواب، يعني موظف يدعى قابوتشي، يعني البواب، شخص كان هو يوصل تعليماتها ويأتي لها يعني بمجمل ما يجري في هذه الاجتماعات، بل أنها مضت فميزت أعضاء هذا التنظيم يعني بعلامات خاصة يعرفون بها، كانت تنسج شيئا يعني منديلا بيدها وتبعث بهذه المناديل إلى أولئك أعضاء هذا التنظيم ليضعوها في عمائمهم فتعرفهم أو يعرفونهم بأنهم أعضاء هذا التجمع أو الحزب أو التنظيم. كان هذا أمرا غريبا في ذلك العصر، سيدة يعني تقوم بهذا، تنظم اجتماعات ويحضرها وينتمي إليها أشخاص مختلفون من الموظفين ومن زعماء العشائر ومن فئات مختلفة لتسند النظام وتقويه. كان هذا أمرا فريدا من نوعه، حتى أن بعض المؤلفين الغربيين فيما بعد من المتأخرين اعتقد أنها كانت هي التي تتولى رئاسة هذه الاجتماعات، لكن هذا شيء يعني هم كانوا متأثرين ب الحياة الاجتماعية في أوروبا في القرن التاسع عشر، في أواخر التاسع عشر حينما كان يجري مثل هذا الاختلاط. أما في بغداد القرن الثامن عشر فلم يكن هذا يحصل، وإنما كانت تدير هذه الاجتماعات من وراء حجاب. عادلة خاتون هذه أيضا اتهمت بأنها كانت لفرط قوتها وشخصيتها الآمرة الناهية، كونها بنت والي بغداد أحمد باشا، وأحمد باشا هذا والي كبير ومهم يعني تماما، هو الذي دافع عن بغداد في أثناء حصار نادر شاه، وزوجة والي بغداد سليمان باشا الأول أو سليمان باشا أبو ليلى. هذه الشخصية يعني القوية المعتدة بنفسها كانت معرضة للاتهام دائما بأنها تتدخل في شؤون الحكم إلى حد القسوة، وهذا كلام صحيح حقيقة. اتهمت بأنها قتلت أو حرضت زوجها على قتل زوج أختها، لها أخت وحيدة هي عائشة خاتون، وكنا نعتقد بأن هذا التصرف يعني لم يكن له مبرره، ربما كانت تغار من أختها، ولكننا تأكدنا من أن اغتيال هذا الرجل أو تحريض زوجها على قتله كان السبب أن الرجل كان يتآمر على زوجها، وبالتالي كان يهدد نظامه فحرضته على هذا، ويعني ضحت بمشاعر أختها نتيجة حفاظها على هذا النظام يعني، وبقيت أختها عائشة خاتون زعلانة عليها لمدة سنة كاملة إلى أن استردتها مرة أخرى. ثم كان سببا في تشجيع أختها من شخص آخر من أحد قادة المماليك في بغداد، ثم اتهمت مرة أخرى بأنها كانت وراء قتل هذا الرجل. اختلط كثير من الحقائق مع الإشاعات، لكننا نستطيع أن نخرج بكلمة مختصرة أنها كانت قوية وكانت تتدخل في شؤون الحكم حتى يصل بها الأمر إلى معاقبة كل من كانت ترى فيه تهديدا للنظام، حتى أنها عاقبت أحد الذين يعني شكت في ولائهم، شكت في تآمرهم على هذا النظام بأن عاقبته عقابا غريبا، جعلته يعني حبيس المطبخ لمدة سنة هو يقشر البصل، فتصوروا هذا العقاب الغريب
يعني يقشر البصل وتدمع عيناه لمدة سنة كاملة، أرادت إهانته بهذه الطريقة الغريبة. كانت هذه السيدة إذن يعني فريدة في سلوكها، رغم أنها قامت بالوقت نفسه بأعمال مهمة في مجال العلم والثقافة. غريب، جمعت بين هذه الحدة واليد الحديدية في إدارة الأمور، وفي نفس الوقت قامت بأعمال حسنة كبيرة لا يشك أحد في أهميتها. بلد جامعين كبيرين، جامع العادلية الكبير الذي يقع في وسط شارع النهر، شارع المستنصر قرب شارع البنوك في بغداد، وألحقت به مدرسة كبيرة مهمة، هذا الجامع العادلية، مدرسة عرفت بالمدرسة العادلية، ودرس فيها علماء بغداد الكبار. وأيضا بنت مسجدا آخر على جسر، يعني قريب من جسر الشهداء، في مكان الجراج الكبير ذي الطوابق المعروف بجراج الرصافي، بنت مدرسة هناك، وأيضا ألحقت بها خزانة كتب. أنشأت العديد من الخانات في طرق العراق، يعني أصبحت القوافل تمضي وهي آمنة. بنت خان المحاويل، عمرت وجددت وبنت أجنحة جامع الكوفة الكبير ليكون مأوى ومثوى للذين يقصدون بمدينة النجف للزيارة هناك أو لأعمال التجارة، وتعميرها هذا كان يعني مهما جدا، لأن جامع الكوفة كان قد أصابه يعني إهمال وتهدمت أجنحة منه في قبل هذا. بنت خان في قريب من أربيل، على مقربة من أربيل، حتى تأمن القوافل في سلوكها هذه الطرق، يعني من ألطون كوبري إلى أربيل كان هناك خان بنته عادلة خاتون. بنت جامعا كبيرا في مدينة ماردين، يوم كانت مدينة ماردين تابعة لولاية بغداد، عرف بجامع الريحانية، وما زال هذا الجامع موجودا عامرا ليومنا هذا. قامت بإنشاء عدد من السقايات التي كانت تزود أبناء المحلات في بغداد وفي غيرها بالماء الصالح للشرب. وقفت الأوقاف الكثيرة لإدامة الإنفاق على هذه المؤسسات الخيرية. قامت ببناء أو تجديد المحكمة، محكمة بغداد الشرعية، هي المحكمة الوحيدة كانت في بغداد، وأنشأت دارا لإقامة القضاة حينما يأتون إلى بغداد. القاضي كان يأتي لمدة سنة أو سنتين ثم ينقل إلى مكان آخر، فبنت دارا خصصته لإقامة القضاة. يعني يحار الإنسان كيف كانت هذه السيدة تفكر، يعني في ذلك العصر الصاخب بالمؤامرات مما ذكرنا، كانت أيضا تقوم بأعمال الخير. كانت صدقاتها تصل لأي إنسان، وهذه الصدقات كانت سخية، يعني حينما تصل لأحد الناس صدقات السيدة عادلة خاتون يستغني عن طلب المال لفترة من عمره، يعني كانت تزوج من لا يستطيع أن ينفق على زواجه، أو تقوم بأنواع الصدقات، يعني توزع الطعام والملابس وإلى غير ذلك، وكانت تعين الأرامل واليتامى، وقد اشتهرت بهذا. يعني كانت الأيتام في كل مكان تقريبا يصيبهم شيء من حسناتها، حينما تعلم بأن فلان توفي كانت هي يعني ترسل من يعين هذه الأسرة ويعوضه عن فقد معيلها. كذلك كانت الأرامل، وقد امتدحها الشعراء لهذه الأعمال، كثير من الشعراء امتدحها لهذه الأعمال الخيرية، وسكتوا عن الجانب الآخر حقيقة، لولا أن هذا الرحالة نيبور وبعض الذين كتبوا فيما بعد أشاروا إليها. لا نستطيع الآن أن نحكم عليها حقيقة، لأنها قامت بأعمال الخير وبأعمال فيها شيء كثير من الحدة، وهي عاشت نحو أكثر من 60 سنة، وتوفيت في طاعون أصاب بغداد في عام 1186. ومعظم حياتها هذا قضتها في الحكم، ولو من وراء ظهر زوجها ومن وراء حجاب، يعني وزوجها كان يعلم بأعمالها هذا، وكان يستحسن هذه الأعمال
حقيقة، وكانت تأمر وتنهي وإلى غير ذلك، ولكنه لم يكن يتدخل لأنه كان يعرف أنها تحسن ما تفعل، وأن يعني تصرفاتها السياسية كانت مبررة وهي في صالح نظامه. وأيضا قضت هذه الفترة، خاصة الفترة الأخيرة من حياتها، العشر سنين الأخيرة أو يزيد على هذا، في أعمال البر والخير، فجمعت بين النقيضين، حزم وبأس وشفقة مطلقة ورحمة الضعفاء. عادلة خاتون هذه حقيقة واحدة من السيدات التي تركنا آثارا مهمة وتولينا الحكم في ذلك العصر، وهو يصحح الفكرة السائدة أن المرأة كانت بعيدة عن شؤون الحكم، المرأة كانت قابعة في بيتها لا تتدخل ربما، لكن عادلة خاتون وغيرها من السيدات التي يعني تناثرت شذرات من سيرهن تكشف عن أن بعض النساء لم يكن هكذا، يعني كنا يتولين الحكم ويتولين أعمال البر والخير، وقد نجحنا في هذا. يعني تصور أن الوقفية الكبيرة أو الوقفيات الكبيرة التي وقفتها على أعمال الخير هذا، مجرد إدارة هذه الأعمال، إدارة هذه الوقفية، كان يستلزم وجود مؤسسة أصلاً، ثم إعادة توزيعها على المساجد والمدارس وخزائن الكتب ومناولي الكتب وفراشي المدارس، تخيل، حتى أصغر الوظائف في هذه المؤسسات، وعلى صيانة المؤسسات التي أنشأتها وغير ذلك، كان يستلزم مؤسسة كبيرة تقوم بهذه الأعمال، ثروة تأتي وثروة تنفق على مثل هذه الوجوه. هذا يدل على أنها كانت ومثلها غيرها، لا نعتقد أنها كانت الفريدة من نوعها في مجال الإحسان وأعمال الخير، كانت إذن هذه السيدة حقيقة تقوم بمقام مؤسسة خيرية كاملة، كانت تقوم بما تقوم به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في رعاية الضعفاء من الناس، وربما أكثر، لأن هذه كانت يعني سيدة، كانت أكثر شفقة من سائر الموظفين الذين يتولون أعمالهم طلبا للرزق، كانت هذه تطلب أجر ربها، وبالتالي كانت مخلصة تماما كلما سمعت بأن يعني أسرة ما قد أخنى بها الدهر، فكانت ترسل إليها ما يعينها على متاعب الحياة. تصوروا حينما أنشأت المدرسة العادلية الملحقة بجامعها، جامع العادلية، خصصت باجا على يوضع على صدر طلبتها، كتب عليه طلبة المدرسة العادلية في بغداد، وكانت الرائدة في هذا. لم نسمع إطلاقا أن واقفا أنشأ مدرسة وفرض على طلابها أن يحملوا على صدورهم باجا. الآن نعم، في الجامعات إن كانت الأوروبية أو في جامعاتنا هذا يمكن أن يحدث، زي رسمي أو باج يوضع على صدر الطالب، لكن هذه السيدة حقيقة كانت رائدة في كثير من مشاريعها، كتبت على صدر الطلبة يعني هذا الباج، وضعت هذا الباج. الكتب التي وقفتها كانت تقتنيها بالمبالغ الطائلة، لم نكن في عصر المطبوعات، كانت في عصر المخطوطات، كانت يعني تجتهد في جمع هذه الكتب وتكلف بالنسخ وإلى غير ذلك، حتى وفرت هذه المصادر العلمية التي ظلت معينا للباحثين والطلبة والعلماء، إلا أنها تبددت مع الأسف في أواخر العهد العثماني لظروف مختلفة، وهدم جامعها الذي قرب الجسر، قرب جسر الشهداء، وبني في يعني بموارده أو باسمه جامع آخر في محلة الصرافية ما زال عامرا حتى اليوم، جامع عادلة خاتون. أعزائي المشاهدين، إلى حديث آخر في حلقة مقبلة، والسلام عليكم.